وينضم إلينا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق بعد التحية. سيادة السفير، إذن اليوم الثالث من الهدنة بين إسرائيل وبين حركة حماس، وجهود مصرية قطرية حثيثة لإنجاح هذه الهدنة التي كادت يعني أن تفشل في اليوم الثاني منها، ما تقييمكم لهذه الجهود لإنجاح الهدنة؟ يعني جهود حضرتك ناجحة وجهود فعالة وجهود بناءة، بتعمل في إطار يعني مسؤوليات والتزامات مصر تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني. وحضرتك يعني وما زالت هذه الجهود المصرية القطرية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية مستمرة لتمديد هذه الهدنة لعدة مرات، آملين جميعا أنها تتحول إلى وقف إطلاق نار دائم حضرتك. فيعني الجهود المصرية متواصلة، وهي بتأتي في إطار أنه الثوابت الاستراتيجية المصرية وحقيقة ثابتة أنه القضية الفلسطينية كانت دائما حضرتك قضية أمن قومي لمصر. فقطاع غزة يقع على حدودنا الشرقية، ونحن الدولة العربية الوحيدة اللي لها لقطاع غزة منافذ عليها، وبالتالي ده بيرتب علينا مسؤوليات، والحمد لله تحملناها بكل اقتدار وبكل فخر وبكل شرف. هل تعتقدون سيادة السفير أنه من السهولة تمديد هذه الهدنة مع العلم أنه رئيس الأركان الإسرائيلي قال اليوم أنه العمليات سوف تستأنف، العمليات العسكرية سوف تستأنف بعد إطلاق سراح المحتجزين؟ شهدنا أيضا نتنياهو في شريط مصور موجود في قطاع غزة يتحدث عن استكمال عملياته العسكرية وأهدافه من خلال هذه الحرب. كيف يمكن أن تمدد الهدنة إذن؟ الهدنة يعني حضرتك في يعني في مصادر مصرية صرحت أمس أنه نتيجة للاتصالات التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع قطر هناك مؤشرات إيجابية على تمديد الهدنة، هذا من جانب. من جانب آخر، سبق للجانب الإسرائيلي أن أعلن منذ عدة أيام أنه في حالة قيام حركات المقاومة في قطاع غزة بالإفراج عن 10 رهائن يوميا، فإسرائيل ستقوم بمد هذه الهدنة يوما إضافيا. حضرتك بالنسبة للتصريحات القادة العسكريين الإسرائيليين، يعني اللي صرح به رئيس الأركان لا يختلف كثيرا عن ما سبق وأن صرح به أمس وزير الدفاع الإسرائيلي. يعني هي ممكن تأتي هذه التصريحات في إطار الحرب النفسية التي تقوم بها إسرائيل تجاه حركات المقاومة وتجاه حماس، بهدف الضغط على حماس من أجل الإسراع في الإفراج عن كافة الرهائن. لكن حضرتك لما نتعمق في التصريحات وما تعنيه من ناحية العملية، يعني عندما تعلن إسرائيل أنها فور الإفراج عن كافة الرهائن ستستأنف الهجمات، ده حضرتك في تناقض، في تخبط إسرائيلي، لأنه معنى هذا الكلام أن ممكن حركة حماس حضرتك يعني بعد هذه الهدنة ترفض مد الهدنة، لأنه الجانب الآخر قال بعد الإفراج عن كل الرهائن أنا سأواصل اعتدائي عليك. فيعني التصريحات الإسرائيلية في هذا الشأن انعكست أي أمر، فهي بتعكس حق نوع من التخبط ونوع من الضبابية لدى إسرائيل. ولماذا سيادة السفير يعني نلاحظ سيادة السفير حدوث خروقات من الجانب الإسرائيلي هذه الهدنة؟ طبعا الضفة لم تشمل بهذه الهدنة، مفهوم ما يحدث فيها، ولكن في غزة يحدث خروقات للهدنة، مصابين فلسطينيين، واليوم كان في شهيد فلسطيني، أليست هذه الخروقات قد تعطل الهدنة من قبل حركة حماس؟ ممكن حضرتك زي ما رأينا أمس أنه عملية الإفراج في اليوم الثاني تأخرت بعد الشيء بعد الوقت، لأنه حماس رأت أنه إسرائيل لا تلتزم بما ورد في بنود اتفاق الهدنة. لكن أود الإضافة أنه تجاربنا مع إسرائيل منذ 48 هي أن دائما إسرائيل بتقوم بخرق الهدن وخرق وقف إطلاق النار. إسرائيل حضرتك دي إسرائيل على حقيقتها، يعني
بالنسبة إلينا ما تقوم به إسرائيل لا يعد مفاجأة لنا بحكم خبرتنا مع العقلية الإسرائيلية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.